تتقاطع مباحث الدراسات الإنسانية تقاطعات مكررة ومتشابكة، فلا يمكن أن يفصل الاجتماع عن الفلسفة، ولا الفلسفة عن السياسة، ولا السياسة عن علم النفس، ولا علم النفس عن التاريخ، وجميعها دوائر تتداخل لفهم وتحليل وتأطير الإنسان وحياته. ويبقى الأدب هو أكثر تلك المباحث انتشارا وقدرة على الوصول إلى العوام بكافة طبقاتهم وخلفيتهم المعرفية، كونه يقدم حقيقتهم وصورهم وأفكارهم وخيالاتهم وضعفهم وقوتهم عبر أطروحات فلسفية أو تاريخية أو اجتماعية وحتى نفسية من خلال نصوص القصص والرواية، وحتى مع تطور فن الحكاية الشعبية والمسرح ومع ظهور السينما، يبقى الأدب هو مركز هذه الفنون وأساسها. الحرب والسلام، أنا كرنين، البعث، روايات تخطت شهرتها وانتشارها بلد المهجر، وعلى الرغم من أن هذه الروايات تندرج تحت نوع الأدب الواقعي، فهي التي عكست ونقلت واقع الحياة الاجتماعية والسياسية في روسيا العلمانيون، باستضافة الكاتب والمترجم الشاب يوسف نبيل في صالون هذه الليلة للمرة الأولى. أدعو حضراتكم للترحيب به. مساء الخير الأولى. هعمل ملخص كده يعني سريع على قد ما اقدر للكتاب. هو الكتاب بيضم مجموعه من المقالات والخطابات لليف تولستوي، وفي هو كان بيبقى على طول في مراسلات ما بينه وما بين ناس كتير في العالم يعني، فالخطابات بتاعته بتبقى حد يعني مش خطابات شخصيه، بتبقى فيها صوره من العرض الافكار يعني. اول مقاله في الكتاب اسمها مقاله صغيره اسمها العقل والدين. العقل والدين عباره عن بيناقش فيها العلاقه ما بين العقل والدين بصوره سريعه يعني. فهي كانت عباره عن خطاب مبعوت له في اسئله وهو بيرد على الاسئله دي. فالاسئله دي بالظبط كده هم ثلاث اسئله. اول سؤال بيقول له: هل يجب على البشر الذين لا يحوزون قدراتها عقليه رفيعه أن يسعوا إلى التعبير عن الحقائق التي توصلوا إليها عن حياتهم الروحية عبر كلمات واضحة؟ هل يجب أن نسعى إلى الوصول إلى فهم واضح وكامل للحياة الروحية؟ كيف يمكننا أن نعرف في لحظات الصراع والشك إن كان الضمير يتحدث إلينا أم إنه العقل الذي طغى عليه الضعف؟ دي تقريبا الثلاث أسئلة اللي وصلت له، وهو تقريبا يعني صاغهم في سؤال واحد اللي هو ايه يعني اللي هو العلاقه ما بين العقل والدين، ايه المجال اللي الدين بيبقى موجود فيه والعقل اللي بيبقى موجود فيه، ومين اللي يعني يسود على مين، ومين اللي يفحص مين، كل الاشكاليات دي. طبعا الفلسفه بتاعت ليف تولستوي هي فلسفه يعني قائمه على فهم مسيحي عميق للموعظه على الجبل تحديدا يعني، اللي هي جزء من الاناجيل اللي هو ممكن نقدر نقول عليه الجزء العملي اللي في الاناجيل. وهو تقريبا المحاوله بتاعته يعني لو حبينا نلخصها ان هو حب يعمل ديانه مجرده تماما يعني، ديانه عقلانيه تتماشى مع العقل تماما، ليها علاقه مباشره بالافعال او السؤال اللي هو ماذا يجب علي ان افعل، في حين انه جردها بقى من كل الخوارق والمعجزات والحاجات اللي هي بقت بالنسبه لنا دلوقتي هي اساس الدين. يعني لو هي دي اساس الدين فهو تقريبا شال الاساس ده كله وابقى على الجانب اللي هو نقدر نقول عليه الجانب الاخلاقي يعني. ففي بالنسبه للثلاث اسئله اللي هي عن العلاقه بين العقل والدين، هو بيطرح الاول بيتكلم ان احنا يعني في كل حاجه في الدنيا بنستخدم العقل وبنعتمد عليه في اختياراتنا الدنيويه، فاشتري ايه وما اشتريش ايه، اسافر ولا ما اسافرش، اروح ولا ما اروحش، كل الحاجات العاديه. فهو بيقول يعني كيف ان احنا نستخدمه في كل الامور الحياتيه، انما في الامر بقى اللي هو الاكثر اهميه اللي هو يتعلق يعني بخلاص الانسان ويتعلق بالرؤيه اللي هتحدد له كيف يجب ان يسلك في هذا العالم، ما ينفعش يستخدم في العقل، كيف هذا؟ لان طبعا ده الدعوه اللي بتتقال على طول، ان يعني
ما لا ما تستخدمش عقلك في الموضوع ده، لان المجال بتاع الدين يتجاوز العقل، وانت عقلك صغير والعقل محدود وربنا غير محدود، الكلام اللي احنا بنتعلمه يعني من واحنا اطفال. فهو الاول بيتكلم اذا كنا احنا بنستخدمه في الحاجات اللي هي ربما تكون اقل اهميه، فبالادعى او بالاحرى يعني ان احنا هنستخدمه في الشيء الاهم جدا. وبعدين بيتكلم، طيب لو انا مش هستخدم العقل، او العقل مش هيحكم على الدين، طيب لماذا يجب ان نؤمن بهذا ولا يجب ان نؤمن بذاك؟ ما احنا طبعا كلنا دلوقتي مولودين على ديانات مختلفة وأفكار مختلفة، في منها أفكار متناقضة، يعني مش مجرد مختلفة، في منها حاجات متناقضة. فالطبيعي السؤال اللي الواحد بيطرحه لنفسه ده، يعني هل اللي أنا فيه ده صح ولا غلط؟ يعني أنا في الآخر في حاجة بتقول لي امشي يمين وفي حاجة بتقول لي امشي شمال، فلازم يبقى عندي أداة أقدر أفحص بيها. فلو أنا أرجعت يعني خليت الأداة اللي بحكم بيها على الدين من داخل الدين نفسه، يعني بحكم على صحة الدين أو خطأ الدين من داخل الدين نفسه بدون الاستخدام على العقل، أو اللجوء بقى إلى فكرة الإيمان، أو اللجوء لفكرة الكشف الصوفي مثلا، أو كل الحاجات دي كلها عوامل يعني مش صلبة. يعني في الآخر مفيش أي حد هيقدر مثلا لو افترضنا إن احنا مثلا عندنا ديانتين وفي ديانة فيهم صحيحة وديانة خاطئة، مش هتقدر تسيب ديانة وتروح لديانة أخرى مقابل الإيمان. ما هو كله مؤمن، هو كله مولود، أصل أنت الإيمان ما اخترتوش، يعني هو انت في الاخر الموضوع وراثي بحت. فلازم يبقى عندك اداه تقدر تفحص بيها صحه او خطا الافكار اللي بتقدم اليك. الحجه بقى اللي بتتقال في الموضوع وهو بيطرحها، ان مش كل الناس عندهم قدرات عقليه رفيعه. لان لما دي نلاقي دلوقتي مثلا مناقشات الاديان، ممكن مثلا تلاقي اتنين مثلا بيتكلموا لمده مثلا ساعتين في حاجه انت مش يعني هو مش فاهم اصلا هم انت بتتكلم في ايه. وكأن ان انت دلوقتي علشان يعني تعرف الافكار الدينيه الاساسيه لديانه معينه، محتاج تكون بقى دارس دكتوراه ومحضر شهادات معينه. طبعا كل حاجه بقى ايه، يعني احنا مثلا بما ان احنا هنا الثقافه اللي نعرفها اسلاميه ومسيحيه، فهتلاقي الكلام ده ممكن نصيغه في حاجات كتير. يعني في حاجات بقى مثلا اللي اتخانق عليها فلسفه الاسلام مثلا في عصر من العصور، وسكنوا بعض وقتلوا بعض، والحاجات اللي عملها نفس برضه المسيحيين، والكنائس حرمت بعضها، والانبساط ومش الانبساط، ومين اللي انبسط، وحاجات يعني ايه لا يمكن تخيلها. فهو بيقول ان الدين المفروض بيقدم قانون للحياه واضح وبسيط يصلح للجميع، وما كانش يصلح للجميع يبقى ده اصلا مش قانون مش حقيقي. فالدين الحقيقي لا يحتاج الى اي قدرات عقليه فائقه، وكل واحد يعني ربنا خلقه مولود، يعني اصلا مخلوق من جواه ميكانيزم هو يقدر يفحص بيه هو يعني كيف يجب ان يسلك. فالموضوع مش محتاج يعني قدرات عقليه فائقه يعني. وبعدين بيقول بيبدا يتكلم على الوظيفه اللي كان المفروض العقل يستخدم، الانسان بيستخدم فيها العقل، وما اصبح الانسان يستخدم فيها العقل. المفروض العقل البني ادم بيستخدمه للتفريق يعني بين الصواب والخطا، او لفحص الامر اللي قدامه. فهو اصبح دلوقتي بيستخدم في يعني في غالب الاوقات لتبرير الوضع اللي انت فيه ايا كان هو يعني صحيح او خطا. فاحنا ممكن نبذل جهود عقليه وابحاث يعني شديده العمق او تبدو يعني هكذا، كلها في الاخر الهدف منها تبرير ما انت فيه، لان انت ما عندكش قدره لسبب او لاخر. ده موضوع بقى تاني، ان انت ايه تعترف يعني بالخطا اللي انت فيه. فبدل ما انت تعرف العقل يكشف ليك المتناقضات، بقى هو اصلا العقل بقى بيساعدك على ان انت تحاول توفق ما بين متناقضات اصلا لم يكن يمكن توفيقها بعد. يعني مثلا اقرا لكم جزئيه: لذلك كي نسوي كل هذه المتناقضات او نخفيها تماما تلزمنا عقول كثيره وقدرات عقليه فائقه. هنا بيسخر طبعا يعني، لكن كي نتعرف على قانون حياتنا، او كما قلتي اللي هي بعتاله الاسئله اصلا يعني، كي نتوصل الى فهم كامل وواضح لايماننا، لا يتوجب على المرء ان تكون لديه قدرات عقليه خارقه، بل عليه فقط ان يصدق الا يصدق الا يسمح بان يصدق شيئا يناقض العقل، ولا يجب عليه ان ينكر العقل، بل يحميه ويصدقه وحده. ان كان معنى حياه الانسان غائبا عنه، فهذا لا يعني ان العقل غير مناسب لتفسيره، بل يعني ان الانسان قد امن بامور كثيره غير ملائمه، ويجب عليه ان يلقي الى الخارج بكل ما يناقض عقله. ولنعد الان لسؤالك الاساسي: هل يجب ان نسعى الى الوصول الى فهم واضح وكامل للحياه الروحيه؟
نعم، إنه أهم عمل يمكن للإنسان أن يقوم به في حياته بأكملها. إنه أمر واجب وهام، لأن الفكرة العقلية الوحيدة عن حياتنا هي أن ننفذ مشيئة الله الذي أرسلنا في هذه الحياة. لا تظهر إرادة الله عبر أي معجزات أو عجائب، ولا بقوانين مكتوبة بإصبع الله، ولا بمساعدة الروح القدس أو عن طريق كتاب معصوم من الخطأ، ولا بواسطة شخصية مقدسة معصومة عن الخطأ أو جماعة من الناس، بل عن طريق استخدام البشر للعقل الذي يتحرك بين الناس بالفعل والكلمة أكثر فأكثر موضحا لهم الحقيقة. دي يعني باختصار أول مقالة اللي هي بتتكلم عن الدين والعقل. كان تاني مقالة بتتكلم عن الدين والأخلاق، وبرضو هي زي المقالة الأولى، هي عبارة عن أسئلة مرسلة ليه، والمقالة كلها عبارة عن إجابة عن الأسئلة دي. هما سؤالين: ما الذي أفهمه من كلمة الدين؟ السؤال الثاني: هل يمكن أن تكون لدينا أخلاق بمعزل عن الدين؟ وما ماهية هذه الأخلاق؟ طبعا السؤال الثاني ده بالذات يعني يمكن طرح عندنا في مصر كتير، ويمكن متماس مع فكرة العلمانية أصلا، يعني هل يمكن ان يكون في نموذج اخلاقي غير متدين او بعيد عن الدين ولا لا. وطبعا هو اعتقد يعني بيبقى في مغالطات كتير في الاجابه عن الاسئله دي، لان التعريف اصلا الدين والاخلاق بيبقى يعني احنا بنتكلم عن حاجتين، عن تصورات مختلفه، واحنا مش موحدين التصور اللي احنا بنتكلم عنه. فانت بتتكلم عن الدين بطريقه، ممكن اكون انا بتكلم عن الدين بطريقه تانية، او انا عندي معنى الاخلاق غير المعنى اللي انت بتطرحه. تولستوي بيقول ايه في المقاله دي؟ بيقول ان في ثلاث تعريفات، يعني هو لخص تقريبا يعني الحاجات الكلام اللي بيتقال عن الدين في ثلاث تعريفات. دي مش تعريفات هو، دي التعريفات اللي كانت موجوده يعني في الوقت ده، واعتقد ان هي يعني اغلبها ما زال موجود لحد دلوقتي. بيقول التعريف الاول وهو الاكثر شهره، تعني فيه الوحي الحقيقي الذي منحه الله للناس والذي يتمثل في كتاب مقدس. هذا المعنى يوصف به الدين من قبل المؤمنين بإحدى الديانات الموجودة والذين يعتبرون ديانتهم الوحيدة الحقيقية. يعني في ربنا أرسل كتاب لحد أو رسالة معينة لحد، والرسالة دي حقيقية، وبالتالي بقية الرسالات مش مظبوطة، أو جزء منها، أو هي الرسالات التانية تمثل جزء منها مش كامل، إنما في الآخر الرسالة دي هي الرسالة تعتبر يعني الوحيدة الحقيقية، وهي معصومة عن الخطأ ولا يمكن فحصها بالعقل. طبعا هم يعني انت لما بتيجي تكلم الناس مش لازم بتقول لك الكلام ده بصراحه، يعني هو مش لازم يقول لك لا لا لا، هو ممكن تفكر فيه بعقلك، بس تفكر فيه بعقلك عشان تظبط صحته، مش علشان يعني تناقشه. يعني المعنى الثاني للدين مرتبط باطار من الخرافات تنتج عبادات خرافيه. هذا هو تفسير غير المؤمنين بشكل عام للدين، او غير المؤمنين بديانه معينه. يعني اغلب الملحدين يقول لك الدين ايه؟ شويه خرافات، والبني ادم مش عارف كان خايف من ايه وعمل ايه فطلعوا الالهه مش عارف مين. ده التعريف الشائع اليوم. المعنى الثالث للدين عبارة عن قوانين وتشريعات شديدة الأهمية سنت من قبل بعض الحكماء للجموع الهمجية كي تعمل على طمأنتهم وقمع شهواتهم البهيمية وقيادتهم. هذا تفسير غير المبالين بالدين والذين يعتبرونه أداة فعالة للدولة، يعني هو وسيلة للسيطرة الاجتماعية، علشان لو قلناش للناس إن في حلال وحرام الناس كده إيه يعني هياكلوا في بعض، انما هو ما يعني هو فيهوش حاجه الهيه. ده مش رايي يعني ولا رايه، ده هو بيطرح ايه الثلاث اراء اللي موجوده. فهو ملاحظته على الثلاث تعريفات اللي موجوده ان الثلاث تعريفات دي ملهاش علاقه في الحقيقه يعني بالدين، هي ليها علاقه باللي الناس تعتقده عن الدين. يعني هو في الاخر ده راي فرقه من الفرق في ايه في بقيه الفرق، يعني اللي ملحد شايف الدين كده، اللي مؤمن في موقف مسبق يعني موجود وهو بيحكم على بقيه المواقف بالشكل ده. بعد كده يبدا يطرح: طيب علشان نفهم الدين عايزين نعرف ايه الايمان. فهو بيقول ما الايمان، فبيتكلم على ان اغلب المفكرين يعني في الوقت بتاع تولستوي، وفي منهم لحد دلوقتي موجودين وكأن يعني العجله ما بتتقدمش، بيتكلموا عن الايمان نشأ عن الخوف من ظاهر الطبيعة. التعريف المعروف ان مش عارف انت شفت البرق والرعد، وفي حاجات البني ادم خايف من الطبيعة والشمس والقمر وكده، فبدأت تخيل ان في اله للشمس وفي اله للقمر والحاجات دي. طبعا الكلام ده مثلا فرويد مثلا قاله، ماركس وناس كتير يعني، اعتقد ماركس اول دول كده. فهو بيقول ان ده تعريف يعني ما يعني مش مظبوط خالص، يعني لان هو بيتجاهل يعني شيء حقيقي جوه الانسان واحتياج حقيقي
والتفسير ده غير كافي. يعني هو مثلا يقول لك لو يعني لو ان خاف الناس من البرق والرعد فهما يخافان من البرق والرعد ذاتهما، ولكن لماذا كان عليهم ان يختلقوا اي مخلوق خرافي مثل جوبيتر يعيش في مكان ما ويطلق عليهم القذائف؟ مش يعني في قفزه غير مفهومه هنا، ان انت ايه خايف من الطبيعه؟ طب تعبدها ليه؟ يعني مش طبيعي ان انت تخلق لها اله. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى، وده الاهم، ان هم بيتجاهلوا الشيء الرئيسي اللي هو احتياج رئيسي جوه الانسان، وهو ده بالنسبه له هو ده تعريف الدين. ان انت في الاخر الانسان بيحس بمحدوديته قدام يعني عالم هو حاسس ان هو يعني غير محدود، وبيتولد قدامه اختيارات يعني لا حصر لها، وهو بيبقى فيه في دماغه سؤال، يعني ماذا يجب علي ان افعل؟ انا دلوقتي في كل يوم بتحط في قرارات اخلاقيه، يعني مواقف تتطلب قرارات اخلاقيه مختلفه. طب يعني ليه اسرق او ليه ما اسرقش؟ ليه انكر ذاتي او اكد ذاتي؟ ليه اعمل ده او ما اعملش ده؟ وبعدين انا ايه علاقتي بالناس الثانيه؟ هل البشر دول اخوه ولا اعداء؟ ولا النظريات بقى اللي هي الفلسفه كتير اتكلمت فيها، وهوبز مثلا تفسيره للدوله والحاجات دي. ففي احتياج رئيسي ان انت حاسس بان العالم مش مقتصر عليك انت. في كتاب مثلا كان بيتكلم في النقطه دي، انا بتهيألي لو كان ايام تولستوي كان هيعجبه قوي، كتاب بتاع فراس السواح اسمه دين الانسان. فبرضه بيتكلم فنت بقى افضل من تولستوي يعني وجهات النظر دي اللي هي بتتكلم عن تعريفات الدين. وجاب بقى، لان هو راجل كمان شغال في الانثروبولوجي، فجاب بقى من العبادات بتاعت العبادات القديمه وكده، ان الموضوع ده ما نشأش خالص بتأليه ظاهر الطبيعه. كان نشأ في البدايه بان في احساس بان في كيان مقدس مفارق لهذه الماده او هذا الكيان المادي اللي احنا عايشين فيه. في شيء اخر غير الماده اللي احنا عايشين فيها دي، وفي احساس على طول بان في حاجه موجوده غير اللي احنا شايفينها بعينينا واللي لامسينها بايدينا. ففي على طول احساس بوجود فكره المقدس، وده كان موجود من يعني من جايبه من العصر الحجري يعني، وبدا يثبت ده من خلال الحفريات والحاجات، ويشوفوا هم كانوا بيعبدوا ازاي وبيعملوا ايه وايه وجهات نظرهم الدينيه. بس وبعدين في مثلا جمله اللي هو بقى بيفسر بيها او اللي هو بياكد فيها على ان وجود الشعور الديني جوه الانسان، بيقول كل انسان حتى وان كان طفلا قد اختبر الشعور الديني ويعرف بخبراته الخاصة أنه يعمل بداخله، لا بوحي من ظواهر مادية خارجية مرعبة، لكن بوحي من ظواهر داخلية لا تشبه الخوف من قوى الطبيعة الغامضة في شيء، ولا حتى الشعور بالضآلة والوحدة والذنب. لذلك يمكن للإنسان أن يعرف بالملاحظة الخارجية والخبرة الخاصة أن الدين ليس عبادة الآلهة التي يحثها الخوف أمام قوى الطبيعة الغامضة والتي يشكل مرحلة معينة في تاريخ التطور البشري، لكنه أمر مختلف تماما عن الخوف وعن درجة تعلم الإنسان، أمر لا يمكن لأي درجة من الثقافة والتنوير أن تقضي عليه. فوعي الإنسان بمحدوديته وسط العالم اللامحدود وفساده بسبب عدم إنجازه ما يستطيع وما يجب أن يفعله كان وما زال موجودا حتى يومنا هذا طالما ظل الإنسان إنسانا. فهو هنا بيأكد على فكرة إن في شعور حقيقي بالدين، بعيد بقى عن فكرة خالص الخوف من ظواهر الطبيعة أو فكرة الإحساس بالذنب، لأن دي الحاجات اللي نشأ عليها اللي كان فيه نظريات يعني بتتكلم على الافكار دي، ان هي دي تفسير للدين. بعدين بيحاول بقى يلخص طيب الفكر الديني اللي موجود، فبيتكلم ان يعني لو عملنا تلخيص، طبعا يعني مخل بعض الشيء بس مجرد بس التلخيص، يعني الاديان اللي موجوده، فبيقول ان في اديان شخصيه وفي دين مسيحي. هو طبعا لما بيقول مسيحي ده هو مش ما يقصدش نهائي المسيحيه اللي هي ما نعرفه الان يعني من المسيحيه الكنسيه. هو بيتكلم عن المسيحيه بالنسبه له اللي هي المسيحيه الاخلاقيه، اللي هي التعليم الاخلاقيه اللي قالها المسيح اللي هنلاقيها اغلبها في المواعظ على الجبل، ده ما لهاش علاقه خالص بقانون الايمان مثلا اللي بتقوله الكنائس الان يعني. فالشخصيه دي بيتكلم ان هي متقسمه يعني كذا قطاع، الشخص اللي هي بتبحث يعني عن اشباع الشخص او بتعبد الشخص. الشخص بقى يا اما هو الفرد يا اما الاسره يا اما ديانه او قوميه ما. فانت لو الديانه مثلا اللي هي بتبحث عن اشباع الشخص، خلاص هو بيبحث عن اشباع كافه غرائز هذا الشخص. في درجه ثانيه مختلفه منها اللي هي الاسره، اهم حاجه عنده الاسره بتاعته او القوميه او الدوله. مش كده خدوا بالكم ان احنا لما يعني ده يفسر لنا حاجات كتير، وفي ناس اتكلمت عليها بعد كده زي ايريش فروم مثلا، فكره القوميه هتلاقوها فكره متماهيه جدا مع الدين. يعني لما تشوف
مثلا اللي كان بيحصل ايام هتلر مثلا، الاستعراضات اللي بيعملها انت تحس ان انت بتتفرج على طقس ديني، يعني لبس معين وطقوس معينه وبيقولوا اناشيد معينه وماشيين مشيات معينه وبيستخدموا كل الوسائل بتاعت الايحاء اللي بتستخدمها الطقوس الدينيه بالظبط. وفي بقى ده الدين الشخصي، في بقى الدين المسيحي من وجهه نظره اللي هو يعني اللي هو الانسان فيه بيشعر ان هو مرسل من الله لاداء مهمه معينه، فهو الدين بالنسبه له هو تنفيذ اراده من ارسله. وبعدين بيبدا يتكلم عن نقطتين تانيين لان شايف ان هم دول اللي عملوا ضلال في فكره الدين في الوقت ده. بيتكلم على فكره المثقفين وبيتكلم على رجال العلم. بيتكلم ازاي ان العلم في الوقت هو في الوقت بتاعه، ما اعرفش بقى نقدر نحكم ان هل ده مستمر ولا لا، ده ممكن موضوع يعني نبقى نفكر فيه سويا. يعني كان العلم تم توسينه، يعني مع هو شايف ان العلم ده عباره عن دراسه لمعارف عرضيه، يعني انت حاجات يعني لا يعني اغلب الحاجات الاكتشافات العلميه انت بتدرس، انت مش عامل حاجه علشان توصل لحاجه معينه، انت بتدرس اموره بتظهر قدامك اموره وتبدا تربط ده بده وتقوم ده على ده وهكذا. فلا يمكن ابدا ان يكون العلم هو الذي يقدم الاجابه عن سؤال مش من سؤال العلم اصلا، اللي هو ماذا يجب علي ان افعل؟ لان لما نشوف كلام الناس كتير عن العلم في الوقت بتاع تولستوي كان فيه طبعا انبهار شديد جدا، لان ده الوقت اللي بدا العلم يحقق فيه نجاحات ضخمه يعني. فتحس ان هو خلاص يعني هو العلم حل المشكله الاخلاقيه، طبعا مفيش اي علاقه تقريبا يعني ما بين العلم والمشكله الاخلاقيه. نشوف ناس كتير جدا بتتكلم على العلم كايديولوجيا كدين، ان هو احنا لو تعاملنا باسلوب علمي ولو اتعودنا ان احنا نفكر بشكل علمي ولو خلاص يعني المشكله دي هتتحل، وهي طبعا يعني ملهاش علاقه خالص بالموضوع يعني. بعدين بيتكلم بقى احنا كل ده المفروض كان السؤال عن الدين والاخلاق ايه العلاقه؟ فهو دلوقتي قال لك ان الدين تعريفه بالنسبه له يعني ان هو الرؤيه اللي الانسان بيكونها عن علاقته بالعالم، انا يعني ماذا افعل في هذا العالم؟ انا مين؟ وهل العالم ده ليه خالق ولا لا؟ وانا علاقتي بيه ايه؟ فبيقول ان الرؤيه دي لما انت يعني بتكون رؤيه دي زي مثلا الرؤيه بقى اللي هي الشخصيه او المسيحيه او القوميه او الحاجات اللي احنا شرحناها دي، بتفترض عليك بالضروره اطار اخلاقي معين. يعني لو انت امنت مثلا ان كل هدي امثله، يعني لو مثلا الفكر مثلا اليهودي القديم مثلا ان ده شعب الله مختار، فطبيعي انه هيفترض عليه سلوك اخلاقي مع اليهود غير ملوش اي علاقه بالسلوك اللي هيسلكه اليهودي مع غير اليهودي. يعني ان كان في مثلا افعال محبه او رحمه او كده دي هتبقى موجهه لواحد من نفس الديانه بتاعتك او واحد من نفس الاسره او من نفس القبيله على حسب بقى السياق اللي انت ماشي فيه. طيب لو مثلا الرؤيه اللي هو بيوصفها يعني بالرؤيه المسيحيه اللي هي قايمه على موعظه على الجبل، ان البشر كلهم ابناء لله واشقاء، فهم بالتالي اشقاء، وبعدين وانت يعني ما عليك ان تفعله هو ان تنفذ اراده الله، واراده الله هي ان تحب، فطبيعي ده هيفترض عليك سلوك اخلاقي معين. فطب انت يعني ازاي هتكون نموذج اخلاقي من غير ما انت يكون عندك منظور ديني؟ طبعا هو تعريف الدين اللي هو بيقوله غير تعريف الدين اللي احنا بنتكلم يعني عاده عليه خالص، بس لو هو ده لو يعني تحدثنا من هذا من منطلق هذا التعريف هتلاقي انه تقريبا يكاد يكون مستحيل يعني ان انت تلتزم طر اخلاقي معين الا لو انت عندك نظره دينيه. النظره الدينيه دي ممكن تكون على فكره نظره اللي احنا بنوصفها بالالحاد مثلا دلوقتي، اللي هو مثلا انا ومن بعد الطوفان، دي بالنسبه دي هو بيوصفها النظره الدينيه. ليه؟ لانها تحدد علاقته بالعالم، ان مفيش اهم مني في العالم، وبالتالي انا يجب علي ان ارضي غرائزي وشهواتي وهي دي اللي هتسبب لي السعاده مثلا. دي احدى النظرات الدينيه، وبالتالي هتفترض سلوك اخلاقي معين. وبعدين بيتكلم بقى في اخر بيتكلم في المقاله ان لو الدين ممتاز، لو كان الدين، وده يعني اغلب هنلاقي ان ده منتشر جدا في اغلب الاديان، لو كان الدين ممتزج بالخرافه فمش الصح ان احنا نروح منحيين الدين على يعني نهائيا علشان يعني نرفض يعني عشان نحل الاشكاليه. هي الاشكاليه ان انت تنقي هذا الفكر الديني من الخرافه اللي موجوده. بس دي تقريبا المقاله الثانيه اللي هي كانت بتتكلم عن الدين والاخلاق.
المقالة الثالثة اسمها خطاب إلى الليبراليين. خطاب إلى الليبراليين ده يعني هي بتمس بقى السياسة شوية، ودي يمكن تكون يعني إيه لحد ما فيها أوضاع قريبة أوي من الأوضاع اللي إحنا فيها يعني. عشان بس نبقى فاهمين الموضوع ملخص كده بسيط أوي للإيه، للوضع كان في روسيا موجود في الوقت ده، في الوقت القيصري ده اللي كتبت فيه الخطاب ده. الوضع في روسيا كان فيه طبعا قمع شديد جدا في روسيا القيصريه. ده مش معناه ان روسيا الشرقيه ما كانش فيها قمع، طبعا هو القمع يعني تضاعف يعني، بس كان فيه قمع شديد جدا في روسيا القيصريه، وما فيش اي حكم مستقل في اي حاجه يعني. كان فيه اقصى حاجه اتعملت وعملها واحد قيصر، وبعدين القيصر الثاني لغاها، حاجه اسمها مجالس الزمستفو. الزمستفو دي كانت زي مجالس محليه كده في القرى. روسيا طبعا كانت اغلبها قرى في الوقت ده، تعمل زي مجالس محليه تدير شؤون الناس، وكان اي الخطوات اللي يسمح بيها قيصر ممكن يجي القيصر اللي بعديه ويروح هدمها خالص. وما كانش في اي نوع من انواع الحريات، وكان في طبعا ناس كتير جدا بتتنفي برضو موضوع بقى سيبيريا والنفي لسيبيريا، والكلام ده كله من ايام روسيا القيصريه مش من ايام الشيوعيين يعني. فالمقاومه للوضع ده كان فيه يعني ايه، ممكن نلخص مجتمع النخبه يعني او المثقفين في روسيا، ان كان فيه قطاعين، في قطاع الثوار وقطاع الليبراليين يعني. فالقطاع الثوار دول العنف، وكان اغلب الافكار اللي عندهم افكار عدميه احاديه تماما وعدميه، وشايفين ان هم لازم يدمروا اللي موجود بالقوه. ودول بقى يندرج تحتيهم حاجات كتير، ممكن مثلا في الاناركيين والفوضويين يعني، وفي هم كان ساعتها كمان مفهوم العدميه غير الاناركي يعني، مش لازم الاناركي يكون عدمي يعني. ودول عملوا فعلا في الوقت ده عمليات يعني، اللي هي طبعا الدوله توصفها اللي هي بعمليات ارهابيه يعني كتير. لا طبعا احنا لازم نحط بقى كلمه ارهاب وكل الحاجات دي ما بين قوسين، لان احنا هنا بنوصف حاجه من يعني بنوصف سلوك فريق من منظور فريق تاني. وصلت لان في قيصر اختيل فعلا يعني، هم في مسرحيه حتى مشهوره لالبير كامو عن موضوع اللي هي العادلون يعني، هي كلها بتتكلم على الحادثه دي. الفريق التاني اللي هو الليبراليين، يا يعني جماعه لا احنا يعني نخش جوه اطار الدوله ونخش جوه المجالس اللي موجوده ونحاول نعمل تعديلات من جوه تدريجيه، ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا يعني ونعمل حاجه كويسه يعني. فهو كانت في واحده بقى من الليبراليين يعني بعتله جواب، علشان هم بيعملوا لجان للتعليم والتنوير وكده تبع الليبراليين، وهو عايزاه يشترك فيها. فهو طبعا كان بيبقى ايه، ما بيشتركش في اي حاجه يعني. مثلا يعملوا ناس مثلا، حصلت مثلا ان ناس تعتقل يتم اعتقالها مثلا، وايه ويبقوا عايزين مثلا يعملوا يعني زي بيان يطالبوا فيه القيصر بالنفرة، فما يكتبش في البيان لان هو شايف ان ده اصلا اعتراف بوجود يعني ايه قيصر، وهو اصلا انت يعني يعني ما ينفعش نعترف بيك اصلا بده. فهو بيتكلم بقى ايه، بيبدا يشوف هم دول الليبراليين عملوا ايه، والثوريين عملوا ايه، وايه اللي المفروض احنا نعمله. فطبعا جايب الاول الثوريين، ان هم كانوا لحد الوقت بتاعه يعني ما وصلوش لحاجه، بالعكس انت لما بتعمل اعمال عنف دايما بيبقى الرد يعني، انت بتصعد وتيره العنف وبيبقى الرد عليها اعنف. وان كان ده مش معناه ان الحركه دي لن يعني ستفشل دائما في الاطاحه بحد، ما هو ممكن تطيح فعلا زي ما حصل في كوبا مثلا ساعه تشيفارا وكاسترو يعني. بس هو بيتكلم ان حتى لو يعني لو حصل ده، ايه اللي يضمن لينا ما دام انت استخدمت العنف علشان تطيح بالحاكم يعني، ايه اللي هيضمن لينا ان اللي عمل العنف ده عشان يطيح بالحاكم خلاص هيتخلى عن هذه السلطات يعني عن طيب خاطر ويأسس نظام ديمقراطي يعني. التجربه التاريخيه اعتقد بتؤيد الكلام، بتقول ان غالبا مش ده اللي بيحصل. كاسترو فضل قاعد طبعا، الكلام ده بعديها يعني، بس انا بقول من عندنا يعني. كاسترو فضل قاعد يعني مده طويله ما حصلتش انتخابات ديمقراطيه مثلا يعني. فهو مش شايف ان في جدوى خالص من فكره العنف يعني، من ناحيه براغماتيه، غير بقى غير وجهه نظره الاخلاقيه بقى فيها يعني. النمط الثاني بقى، ده النمط الاول من النضال يعني. النمط الثاني بقى هو بيقول ده اقل منطقيه وفعاليه، لان انت طبيعي دلوقتي الدوله يعني امسكت يعني سيطرت على الجيش والاداره والكنائس والمدارس والشرطه، ده يعني في وقته اعتقد هيبقى في اغلب الاوقات يعني، وسيطرت عليها تماما وغيرت في القوانين وعملت ده كله. فانت ايه بالظبط اللي ممكن تعمله من جوه الدوله علشان يعني تعمل تعديلات يعني؟ زي مثلا ايه، لو قارنا مثلا حد في مجلس الشعب يعني هيعمل ايه في مجلس الشعب يعني؟ مفيش اصلا في ايده
اي صلاحيات يعني يقدر يعملها. وبعدين كان بيتكلم على الاحتكار الشديد اللي بيحتكروه القياصر، جايب مقولات للقياصر على الليبراليين، شايفين ان هم مفيش منهم يعني اي خطوره على الاطلاق، لدرجه مدجنين يعني، مدجنين تماما. فبالعكس انت بقى بيتكلم بقى ان انت بتبدا بيحصل بقى العكس، ان انت بتبدا تتورط، ان انت اسمك يتحط على اجراءات وحاجات مثلا قمعيه، ان انت تبدا تبقى جزء من عجله القمع بدون ما انت يعني تقصد هذا يعني. فهو مش بيقول الامر لا يقتصر على ان هذه الطريقه للنضال غير فعاله او منطقيه، بل انها ضاره. ليه بقى؟ لان بيقول لان بيبقى فيه شرفاء وامناء فعلا في الايه؟ في الجبهه دي، في الليبراليين يعني اللي موجودين في الوقت ده. الشرفاء والامناء والمتنورين من الناس هينضموا الى صفوف النظام، اللي هم هينضموا لصفوف النظام مثلا زي مثلا انت رحت مجلس الشعب او حاجه زي حاجه مثلا بهذا الشكل، سيمنحونه سلطه اخلاقيه لم يكن ليحصل عليها دون مشاركتهم. لو كانت الحكومة كلها مكونة فقط من أولئك المجرمين الأفظاظ الجشعين والمدهنين الذين يشكلون نواتها لم تكن ستصمد طويلا، ولكن مشاركة المتنورين والشرفاء من الناس يمنح النظام المبرر الأخلاقي لوجوده، وفي هذا وحده مكمن الخطأ لدى الليبراليين الذين انخرطوا وشاركوا في التفاوض مع الحكومة. دي وجهة نظره. طيب ماشي اوكي، طب نعمل ايه بقى يعني الحل؟ يعني انا بدل ما يعني اشرح استحملوا ايه ان انا اقرا لكم اجزاء، لان هو طبعا اكيد بيشرح الموضوع احسن مني يعني. هو طبعا الحل عند تولستوي يعني باختصار شديد ان يسلك يعني، قد يبدو الخطاب اللي بيقوله قريب مثلا من خطابات بعض المدارس الدينيه سيئه السمعه يعني، مثلا ايه لو ربنا يصلح يعني وربنا يعلم ويصلح ويبلغ. هو بيقول ده بالمعنى الحقيقي بقى ليه، مش بالمعنى الموافق، ان هو ان كل واحد يعني يسلك بحسب ضميره. وهو بيقول ان لو في الاوضاع دي لو كل واحد سلك بحسب ضميره المفروض ان يحصل يعني ما يشبه عصيان مدني، لان هي في الاخر قوه الدوله قايمه على فكره الاسعاف، ان انت يعني هي في الاخر القوه بتاعت مثلا الدوله المباشره متمثله في الجيش والشرطه، دي القوه المباشره تماما يعني. طب مين افراد الجيش والشرطه؟ ما هي ناس عاديه، مش ميليشيات يعني، ناس مختاره، بيتم اختيارهم الناس. فلو كل واحد سلك بحسب ضميره لما يجي لك الامر اضرب عسكري، لا مش هضرب يعني مثلا يعني. فيقول ما العمل اذن؟ ان تقوم ببساطه وهدوء بما تراه خيرا ونافعا حقا، في استقلال كامل عن النظام سواء اعجبه الامر او لم يعجبه. بصيغه اخرى النضال من اجل الحقوق، لا فقط كعضو في لجنه التعليم او اشغال عمل او كتاجر او ملك ارض او حتى كعضو في البرلمان، بل النضال من اجل حقوقك كانسان عاقل وحر، لا كما يناضل المرء من اجل الحقوق في السيمستفو. السيمستفو اللي هي لجان الحكم الشعبي، الحكم غير المركزي يعني، واللجان المختلفة بالخضوع وإجراء التسويات، ولكن دون أي خضوع أو تسوية واحدة، بنفس الطريقة التي لا يمكن فيها التنازل أو إجراء أي تسوية مع القيم الأخلاقية والإنسانية. ده يعني من وجهة نظره الحل. أراكم برضو يعني جزء تاني. هو طبعا بقى بعد كده بيتكلم على إيه اللي عملوه يعني الليبراليين، وازاي اتورطوا يعني دون ان يدروا في ان هم دخلوا في كل القطاعات. وبعدين الدوله طبعا بتبقى الشباك بتاعت الدوله شباك يعني عميقه، يعني مثلا بيبقى في روابط ما بين مثلا الدوله مثلا ساعتها الكنيسه اللي هي هنا هتبقى برضو من الكنيسه والازهر، فبيبقى في روابط عميقه، فانت بتلاقي نفسك بتتورط في علاقات كمان مع حاجات انت ممكن تكون اصلا يعني بتهاجمها طول الوقت يعني. وبيوصف بقى الحفلات اللي كانوا بيعملوها والبيانات اللي بيضطروا يصدروها والحاجات دي. وبيقول لك اني اعتقد ان كل ذلك لم يكن ليحدث ان لم يكن اولئك الشرفاء والامناء من الناس المشغولين الان بالنشاط الليبرالي في تحرير القوانين بالزمستو واللجان والاعمال الادبيه الخاضعه للرقابه وما الى ذلك، قد وجهوا طاقتهم للعمل في المؤسسات التابعه للنظام، كما لو انهم سيخدعونه وسيدمرون النظام عن طريق المؤسسات التي انشاها هو، بل كان عليهم فقط أن يمتنعوا تماما عن المشاركة تحت أي ظرف من الظروف في العمل مع النظام أو في أي مؤسسة ترتبط به، وأن يؤكدوا على حقوقهم الشخصية كبشر. أنت ترغب في إنشاء قوات عسكرية تحمل العصية بدلا من محاكم السلام، حسنا هذا شأنك، ولكننا لن نذهب إلى موظفيك بقضايانا ولن نشارك بأي شكل في هذا النشاط. تود لو تجعل هيئات المحلفين في المحاكم هيئة واحدة ثابتة، حسنا هذا شأنك، ولكننا لن نذهب إلى المحاكم ولا إلى المحامين ولا إلى هيئات المحلفين.
تود أن تصنع حالة من الحصار تحت مسمى الحماية؟ حسنا، هذا شأنك، ولكننا لن نشارك فيها، وسنطلق عليها مباشرة حالة انعدام قانون وعقوبات مميتة دون محاكم، اغتيالات بالمعنى المباشر. كمان نتكلم على التعليم، أنت عايز تعلم الناس وتأسس توصل لهم أفكار في المدرسة معينة، مش هنبعت ولادنا اليوم. طبعا يعني هو تولستوي أفكاره يعني أناركية تماما، بس مع تنحية فكرة العنف، يعني ممكن نوصفها بالأناركية المسيحية مثلا يعني. فطبعا اللي بيقوله لما نفكر فيه نلاقي يعني حاجات يعني صعبة جدا وأحيانا تكون مستحيلة، بس هو دايما بيتكلم علشان يبقى السياق بس واضح، إن هو دايما بيقول لك إحنا بنجيب المثال، المثال ده لن نحققه كاملا، إنما هو الرحلة كلها في السعي إليه. واحد بقى حققه بنسبة 10%، واحد 20%، واحد 50%، بس أنت تبقى ماشي في الطريق، يعني في الطريق نفسه. دي تقريبا يعني ملخص المقالة بتاع خطاب الليبراليين. معلش آسف كنت طولت عليكم يعني. المقالة اللي بعدها اسمها الدرجة الأولى. الدرجة الأولى دي مقالة هي تعتبر في فلسفة الأخلاق يعني. بيبدأ المقالة بيتكلم إن أي عمل مهم أنت عايز تعمله لازم بترتب الأول خطواته، يعني أنا هعمل كذا الأول، بعد كده كذا، بعد كده كذا، مش هينفع أعمل كذا قبل كذا، الموضوع مش هيركب يعني. فبيقول إن ده نفس الكلام في الفضائل، إن في سلم للفضائل لابد إن أنت تكتسب الفضيلة دي الأول، وبعد كده الفضيلة دي والفضيلة دي، مش هينفع إن أنت تنط على مرحلة وأنت لسه ما عدتش بمرحلة ما يعني. بيتكلم مثلا الفضيلة كانت عند أفلاطون مثلا، تبدأ بضبط النفس، تمر مرورا بالشجاعة والحكمة، وحتى بقى منتهى الفضيلة بالنسبة له بالنسبة لأفلاطون يعني العدالة. المسيحية مثلا بيقول تبدأ بإنكار الذات وصولا إلى المثال بقى الأخير فيها الحب. فهو بيتكلم إن حتى إنكار الذات المسيحي ده هو نوع من أنواع يعني يبدأ بضبط النفس، فبعدين يبدأ بقى يناقش فكرة هي قد تبدو فكرة متعلقة يعني بالمسيحية، بس هي في الآخر كان ليها تأثيرات اجتماعية عميقة يعني في الوقت ده، وأعتقد حتى الآن يعني. فكرة اللي هي الفكرة المسيحية اللي هو ما يقال يعني في المسيحية النعمة والخلاص بالنعمة، يعني إن الفكرة اللي بتطرحها الكنائس إن الطبيعة البشرية فسدت بسبب ارتكاب خطيئة آدم وفي عقوبة سنت عليها، فكان لازم يحصل تجسد لله علشان العقوبة دي تتشال وعلشان الطبيعة البشرية يعني ترجع تنضف تاني يعني بالبلد يعني، وإن الإنسان يعني ليس في قدرته أن يفعل شيئا حسنا، إنما هي النعمة العاملة فيه هي اللي تقدر إيه تنتج الشيء الكويس. فبيتكلم إزاي الكنيسة استخدمت ده على مر مع مرور الوقت يعني، وبدأت ترسخ لفكرة إن أنت أصلا ما تعملش حاجة يعني، لأن أنت ما تقدرش تعمل حاجة، فعلشان يبقى في تبرير للأوضاع كان من المفروض تغييرها، وهي لا تتوافق على الإطلاق لا مع الفكر الإنساني ولا مع الفكر المسيحي، زي الظلم اللي كان موجود وانعدام العدالة والحاجات دي كلها. فالفكرة اللي بتركز عليها كثير من الكنائس يعني إن الجهود الشخصية غير لازمة وخلاص، يعني أنت هتيجي يا ابني تخلص بمجهودك هتفشل، فلازم إيه الركون إلى فكرة النعمة، اللي هي ممكن نلاقي برضه صدى عندها عن فكرة لا هي بعيدة شوية خلاص. كنت أقول عند المتصوفين، بس أقول لا، التصوف يعني الحقيقي يعني كان فيه فكرة مجاهدات وضبط نفس كتير، تلاقي برضو التصوف لما باظ نفس الفكرة بقت عنده على طول إيه يتكلموا على يدعوا يعني الكشف وكده، وأنت ما مرتش أصلا بأي مجاهدات يعني أو ضبط نفس خالص يعني. يدي مثلا منشور باباوي يعني اتقال مثلا من بابا الفاتيكان وقته في وقت تولستوي، فبيقول إيه ده بالنص يعني: لا أحد ملزم قطعا بمساعدة القريب من احتياجاته أو احتياجات أسرته، ولا يتوجب عليه حتى أن يقلل من أي شيء من شأنه أن يحسن حياته وممتلكاته، في واقع الأمر لا يتوجب على أحد أن يعيش عكس العادات والتقاليد. ده الفكر اللي بيقوله إيه بابا الفاتيكان يعني في الوقت ده. بيتكلم بعد كده على لما تيجي تشوف الفلسفة القديمة اليونانية والوثنية، حتى الوثنيين منهم يعني، والفلسفة الرواقية والفلسفة الرومانية وكل الفلسفات اللي في الوقت ده، كلهم حصل الاتفاق عندهم او اجماع على ان بدايه الفضائل يعني هي فكره ضبط النفس، لان انت ببساطه لو مش قادر تضبط نفسك في الاكل في الشرب في الجنس في النوم في الحاجات دي كلها يعني لن تستطيع ان تفعل اي شيء صالح يعني. يتكلم ازاي الفكره دي بقى تم تشويهها عن عمد
هتلاقي بفكره بقى الخلاص بالنعمه، وبعدين بفكره حتى في ازاي بسط في الادب، فيتكلم مثلا عن تصوير البطل في الادب، جاب مثلا الاعمال المشهوره لاكبر الادباء في الوقت ده. فدايما تلاقي يعني الايه البطل في الادب منحل، عايش حياه طفيليه عن المجتمع، يعني عاله يعني عن المجتمع، ما بيشتغلش. ده النموذج اللي بيقدمه الادب في الوقت ده للبطل. ويا سلام كمان لو تضف عليه بعض الكوميديا يبقى يعني ده جميل. حتى احنا هنلاقي حاجات من الحاجات دي لحد دلوقتي بتستخدم في السينما، يعني تلاقي مثلا يعني مثلا سخريه من حاجات مثلا اخلاقيه مهمه جدا، يعني مثلا واحد مثلا مش مع مرات واحد تاني، وتلاقي الفيلم جايبها لك بشكل يعني كوميدي ظريف، وده الولد ده الوسيم الكويس، فانت مش حاسس باي نفور اخلاقي منه. فبيتكلم ده تصوير البطل يعني في الادب في الوقت ده. وبعدين بيتكلم ازاي ان ده دخل عندنا في تربيه الاطفال، ازاي ان الاب والام بيربوا يعني بيطبعوا الاطفال بالخنوسه انجاز التعبير، يعني ان هو لا يكون يعني اي حاجه عايزها الطفل ياخدها، فبيضعفوا منه بشكل رهيب. وان حصل بقى تغيير في الظروف، واكيد هتحصل تغييرات في الظروف، وتعرض الطفل ده لمواقف معينه لن يستطيع تحمل اي شيء، يعني لدرجه ان هو كان بيتكلم ان هو كان نفسه يكتب قصه ان في واحد عايز ينتقم، واحد عايزه تنتقم من واحده تانية، فراحت لساحر، قصه خرافيه يعني، راحت لساحر وقالت له انتقم لي من ابنها، فراح خطف الابن ده ورباه تربيه يعني دلعه دلع رهيب، ويعمل كل شويه تقول له طب انت كده يعني هو ده يعني ده الانتقام يعني. وبعد شويه راح اطلقه بقى في العالم، فطبعا الولد بقى يعني غير قادر على مواجهه اي شيء يعني. فازاي ده ممكن يحطم الحياه؟ في بقى مقاطع بقى يوصف بقى في حد في مقاطع بقى بيوصف بقى كمان فيها يعني الصراعات بقى اللي بتحصل بقى نفسيه بشكل بقى رهيب يعني. يعني مثلا كثيرا ما تستيقظ المطالب الاخلاقيه الحقيقيه من سباتها، وهذا يحدث اكثر فاكثر، وعندها تبدا حرب ضروس ومعاناه حقيقيه، ونادرا ما تنتهي بانتصار المشاعر الاخلاقيه. يشعر الانسان ان حياته شريره، وان عليه ان يغيرها كامله، ويحاول فعل ذلك، ولكن اولئك من مروا بتلك الحرب ولم يمكنهم تحملها يهاجمونه من كافه الاتجاهات حتى لا يغير حياته، ويبذلون كافه الوسائل والجهود الممكنه حتى يقنعونه بان هذا غير ضروري على الاطلاق، وان ضبط النفس وانكار الذات غير ضروريين للانسان حتى يصبح صالحا، وانه من الممكن مع تصالحه مع النهم والبهرجه والبطاله الجسديه وحتى الفسق ان يظل صالحا تماما، وتنتهي معظم هذه الحروب على نحو مؤسف. فاما ان تخضع طبيعه الانسان المنهكه بضعف لهذا الراي العام، وتقمع بداخلها صوت الضمير، وتلوي عقلها حتى يمكنه تبرير ذلك لها، وتواصل هذه الحياه الشهوانيه مع تأكيد الإنسان لنفسه أنه قد خلصها بإيمانه بهذه المسيحات الظاهرية أو بخدمة العلم أو حتى الفن، أو أن يكافح الإنسان ويعاني ويجن أو يطلق النار على نفسه، لأن هو طبعا لم يعني يكتسب من منذ طفولته الصلابة التي كان يجب أن يكتسبها يعني. بعدين بيوصف الحياة بقى بتاعت الطبقة الأرستقراطية دي، يعني هو المضمون بتاع او الفكره اللي هو عايز يوصفها ازاي ان انت عايز تعمل حاجتين ما ينفعش تعملوا مع يعني ما ينفعش تعملوا مع بعض. فدايما مثلا الطبقات المثقفين والاغنياء ممكن يتكلموا مثلا عن حقوق، حاجات حقوق الفقراء، حقوق الفلاحين، الحاجات دي كلها، هو حياته نفسها غير متصالحه مع هذا الوضع، ولا يمكن ان يحدث تغيير الا لو حصل هو تغيير اصلا عنده، ما يقدر، وبيحاول يوفق حاجتين ما يتوفقوش مع بعض. فبيوصف مثلا بقى حياه الطبقه الارستقراطيه، طبعا هو تولستوي اصلا كان من الطبقه دي، فلما بيتكلم بقى بتفاصيل شديده، خاصه ان بقى ساعتها كمان ما كانش فيه تكنولوجيا، فكانت كل ابسط الحاجات بتحتاج مجهود. فمثلا الراجل السيد الارستقراطي عشان يصحى مثلا هيصحى الساعه 10، لازم الخدامين يبقوا صاحيين من الساعه 7، يعني في حاجات كتير قوي بتتعمل، يحطوا له مش عارف المشايه اللي هينزل برجله عليها، وبعدين بيبقى فيه حاجه شكل عليه زي حوض يعني كده، كان بيبقى محطوط اللي هو بيغسل وشه فيه في الاوضه مش في الحمام، فيملوا له ميه دافيه، فعشان يعملوا ميه دافيه يروح يعملوا له حطب الصبح ويولعوا نار عليه. بعد كده الاكل في بقى مش عارف الطبق الاولاني والطبق الثاني والطبق الثالث، بعد كده عندهم في حاجه كده عندهم اسمها السمافار، اللي هي او اللي هو بالعربي السماور، اللي هو زي براد كبير كده يبقى محطوط على طول على النار، فيقعدوا ايه يشرب شاي مثلا ايه 10 مرات 15 يعني يفضل على طول، فلازم يخليه سخن على طول. فالمتطلبات بتاعت
الحياة دي علشان الراجل البني آدم ده يعيش بالشكل ده لازم مثلا في خمسة قاعدين بيشتغلوا 24 ساعة. فأنت ما ينفعش بقى الشخص ده بعد كده يجي يتكلم عن إيه؟ الحب والحرية والعدالة. إيه الفكرة المشوهة عنده هنا؟ وده اللي هو بيتكلم فيه، إن أنت مش هينفع تصل إلى هذه الفضائل إلا لو أنت التزمت الفضيلة الأولانية اللي هي ضبط النفس، إن أنت تبقى مسيطر أصلا على الحاجات اللي أنت مش قادر يعني تسيطر عليها دلوقتي. وبعد كده بيتكلم على فكرة الأكل، بيتكلم إزاي الأكل إحنا يعني معتبرينه حاجة يعني بسيطة وأي حد يقدر يعني دي أبسط حاجة ونقدر كلنا نسيطر عليها، فبيتكلم إزاي إن هو محور تقريبا حياتنا. فبيتكلم يعني مثلا كل الحفلات، كل أي مناسبة لازم تلاقي فيها أكل. وبعدين بيتكلم بقى بشكل ساخر إزاي الأكل ده بيبقى متحكم، يعني الناس مستنية الأكل، والأكل ده اتعمل إزاي ومتعملش إزاي، وإزاي إن هو محور حياتنا. فواحد اصلا مش قادر يعني يتحكم في فكره الاكل هو يعني. طبعا انت برضو خد بالك ان انت لما بتاكل مثلا يعني لو بتاكل كتير كسلان، تتخن، تبقى كسول، مش قادر. فانت حتى لو عايز تعمل حاجه فانت جسمك مش مساعدك. فبيتكلم ازاي ان لازم بقى تعدي سلم الفضائل ده يعني درجه درجه يعني. فبيتكلم ان اول حاجه طبعا الاكل، وبعدين بقى هو تولستوي بعد كده اعتنق في الوقت ده بقى فكره النباتيه، ان احنا ما ناكلش لحوم. فبيتكلم بقى ايه في اخر المقاله دي، بيوصف زياره الى المسلخ، يعني هو راح بقى المسلخ وشاف هما بيذبحوا يعني الحيوانات ازاي. طبعا كتبها مشهد بقى كانك بتقرا مشهد في روايه يعني، طبعا حاجات يعني ايه يعني فظائع يعني. فبيتكلم ان اول حاجه بتضبط النفس الاكل، واول حاجه يعني تعملها لو عايز تضبط نفسك في الاكل امتنع يعني عن اللحوم. مش بيقول بقى ان اللحوم لا حرام ولا حلال ولا الكلام ده كله، بس بيتكلم ان ده نوع من فكره السيطره على النفس، يعني ان انت تقلل الاكل وتقلل نوعيات معينه اللي هي فيها دسامه اكتر وفيها رغبه اكتر يعني. المقاله الخامسه خلاص مش هطول عليكم قربت يعني، اسمها ما الدين واين يكمن جوهره، ودي تقريبا المقاله الرئيسيه في الكتاب. وان كانت في حاجات فيها يعني المختصه بتعريف الدين وكده هي اتقالت بشكل سريع في المقاله بتاعت الدين والاخلاق، لكن هو هنا بيشرحها بالتفصيل. فبيستعرض الاول تعريفات الدين المختلفه اللي اتقالت بقى من الفلاسفه والحكماء في الوقت بتاعه، لحد ما يوصل للتعريف الدين اللي هو احنا قلناه قبل كده في المقاله، اللي هو يعني الدين هو علاقه الانسان بالعالم يعني ومصدره. وهذه العلاقه تفترض بالتالي يعني طبعا اطار اخلاقي او اطار سلوكي معين، وايه الهدف من وجودي وانا موجود ليه؟ هو ده بالنسبه له الاسئله دي الاجابه عنها هو ده يعني جوهر الدين. فانا مش هكمل في الموضوع ده اللي احنا قلناه، بس هجيب لكم بس بعض الحاجات بقى اللي ما اتقالتش في المقاله الاولانيه. بيقول مثلا ان في ثلاث، دي من الاجزاء المهمه يعني، ان في ثلاث عوامل بتتحكم في حركه التاريخ البشري. فبيقول ان الثلاث عوامل دول اللي هم الشعور والعقل والايحاء، دول اللي بيحفزوا حركه التاريخ البشري. فطبيعي ان الانسان مثلا الشعور، ان انت بتقع تحت تاثير شعور ما، انت عايز تعمل حاجه معينه، ممكن حتى انت مش عارف هي يعني مصدر هذا الشعور ايه او السبب فيه ايه. بعد كده العقل يفحص هذا الاحتياج، انا عايز اعمل كذا، طب كذا ده نافع ولا مش نافع، طب الاحسن اعمله ولا الاحسن ما اعملوش، هو اللي بيفحص الموضوع. الايحاء بقى ده اللي هو الظروف اللي انت بتتعرض ليها نفسك يعني، او الاخرين يعني يعرضونها عليك للقيام بعمل ما دون وعي، يعني انت بتتعرض لسلسله من الحقات عشان تعمل حاجه معينه، والحاجه دي انت مش واخد بالك ان انت مستعرض لده. يعني طبعا بقى الدراسات الحديثه بقى اللي بتتكلم مثلا عن فكره الاعلانات وازاي بتتحكم في اختياراتنا، ممكن بقى تشرح الموضوع ده بالتفصيل. هو بيتكلم ان ده في جزئيه منه كويس، يعني هو مش ان الاخرين يجبرونك على فعل شيء، انما هو بيبقى حاجه من الحاجات اللي بتحركك انك تنجز عمل ما، بس تفضل في مساحه معينه. فبيتكلم ايه علاقه ده بقى بالدين؟ بيتكلم ان اللي يزيد ويقل دايما المجال بتاع العقل، فكلما يزداد الايحاء وكل العقل تبدا بقى التعليم بتاع الدين تفسد يعني وتحرف. وبعدين بيقول بشكل عملي بقى اي دين بيتحرف ازاي او بيفسد ازاي يعني. فبيقول ان بتحصل فيه ثلاث حاجات.
اول حاجه يتم الاعتراف بطبقه خاصه من الناس ان في ناس مش زي ناس، ده يعني مبدئيا. طبعا ده واضح اللي هو بقى فكره الكهنوت واللي هي مش موجوده في المسيحيه بس هي موجوده حتى لو الاسلام المفروض ان هو ما فيهوش كهنوت، فهو عمليا يعني بقى في كهنوت، يعني ممكن نشوف تاثير الشيوخ يعني عامل ازاي. بعد كده وجود نص خاص، وده طبعا بقى اللي هيبقى يعني مضاد الافكار اغلبنا او الناس كتير، يعني ان في نص خاص، النص ده معصوم من الخطا ولا يمكن فحصه عقليا، او لو فحص عقليا يفحص بهدف ان احنا ايه نثبته، انما مش بهدف ان احنا يعني نشوف هو صحيح ولا لا. فيبقى في نص خاص وفي طبقه خاصه من الناس وفي معجزات، لان المعجزات هي اللي ايه اللي تؤيد سلطان النص او سلطان الشخص اللي هو باعت النص. يعني الراجل ده عمل معجزه فيبقى الراجل يبقى ده الدليل على ان الكلام ده مظبوط. بعدين بيبدا يناقش ازاي حصل ده في المسيحيه. طبعا الموضوع بيبقى طريف جدا لما تشوف ازاي حاجه يعني ولدت وبعدين تطورت الى شكل مناقض يكاد يكون مناقض للتحذيرات اللي جات. يعني مثلا في المطلع على الاناجيل مثلا يلاقي مثلا تحذيرات من ده تحديدا. المسيح مثلا قال للتلاميذ ما تخلوش حد يقول لكم يا اب ولا حد يقول لكم يا سيد. فاللفظين دول هما بيتقالوا بالظبط، يعني في ابونا وفي سيدنا في الـ طبعا هو ثقافه مسيحيه، انا بعرض اللي هو بيقوله، هو من منطلق ثقافه مسيحيه يعني. وبعدين بيتكلم ان في اجزاء اضيفت بقى للانجيل اللي هي تعمل فكره تؤيد فكره الكهنوت. هتلاقوا يعني السياق كله ماشي في حته من وجهه نظره في الاناجيل، وبعدين تلاقي حته كده ما لهاش علاقه بالسياق ده اللي هو قال لهم ان انا بعطيكم، بيقول للتلاميذ يعني المسيح بيقول للتلاميذ ان انا بعطيكم سلطان ان انتوا تحلوا الخطايا او تمسكوها، من غفرتم لهم الخطايا غفرت ومن امسكتموه عليه امسكت. فعشان كده حتى لو بتشوف مثلا افلام اجنبي تلاقي مثلا سر الاعتراف كان الكاثوليكي يحط ايده على ويقول احلك من خطا، يعني حتى الارثوذكس مثلا اقل شويه يقول له مثلا ايه ربنا مثلا هيغفر لك خطأ، انما ده لا هو نفسه شخصيا بيحل من خطاياه او يمسكها عليه يعني. فخلاص فانت كده تبقى ايه حرفت الدين تمام، يعني حرفت الدين تمام، عملت طبقه من الكهنوت وبعدين جبت نص هو اصلا ما حدش يعني اطفى عليه قداسه وانت قدسته تماما، فاصبح غير خاضع للفحص، ولو لقيت اي حاجه فيه تناقض العقل يبقى المشكله في العقل، فتبدا انت يعني تمشي العقل يعني تقمع العقل. وبعد كده في ناس بقت ليها قداسه خاصه لانها عملت معجزات، وبالتالي اللي هتقوله بعد كده هيتحول اصلا الى نص مقدس موازي، وتبدا بقى سلسله من النصوص المقدسه يعني لا تنتهي بس. وبعدين بقى بيتكلم في المقاله بقى ازاي الدين بدا يتوائم مع الشرور اللي في العالم ومتكيف معاه تماما، فمبقاش فيه اصلا يعني اشكاليه اخلاقيه على الاطلاق. طبعا ده موجود لحد دلوقتي، يعني في صوره كانت منتشره مثلا على فيسبوك شفتها من كذا سنه، كان في البابا بتاع روسيا كان في صواريخ طالعه مش عارف هتترمي على مين، فهو واقف بيبخر بقى كده ناحيه الصواريخ. يعني في حاجات يعني فجه، يعني انا بجيب امثله فجه بس عشان نشوف ازاي ايه وضعين لا يمكن ان يتوائما يعني بمنتهى السهوله، ما بقاش فيه اصلا الاشكاليات اللي احنا بنتكلم فيها دي اغلب الناس ما بتفكرش فيها. يعني مثلا لو انت بتفكر مثلا من منطلق مسيحي فانت عندك مشكله مع العنف، لان المسيح اتكلم على ان ده يعني غلط كمبدا، مش عشان اثره مش هيجيب اثر او من ناحيه براجماتيه مش هينفع، لا هو حرم ده كمان، مش حرمه يعني قال انه مش مظبوط يعني كمبدا. مثلا اشكاليه الخدمه العسكريه مثلا مع الناس ما فيش اي اشكاليه، يعني في الوقت بتاع تولستوي في طوائف مثلا مسيحيه كتير رفضت الخدمه العسكريه وحصلت مشكله كبيره مع الدوله وخدوا عيالهم منهم ونفوهم، يعني حصلت اشكاليات كبيره. الوقت ده ما فيش اصلا يعني ما فيش اي اشكاليه، بغض النظر عن الفكره دي صحيحه ام خاطئه، انا مش بتكلم هنا صحيحه ولا غلط، بس انا بتكلم على فكره ازاي ممكن الدين يتوائم تماما مع الفكر اللي موجود حتى مهما كان الفكر ده ضده. وبيتكلم برضه وبيعيد بقى تاني الكلام على فكره بقى يعني خيانه المثقفين اللي خلت يعني زودت من فكره ان الاسئله اللي المفروض تطرح ما بقتش بتطرح، فالناس بقت عايشه يعني بشكل يعني مناقض للعقل تماما. يؤكد المثقفون والصفوه في عالمنا المعاصر بشكل تلقائي على ان هذه العقائد الدينيه الكاذبه التي اعتنقها عامه الشعب ليست لها اي اهميه، وانه ما من داع او حاجه عاد ان المسافه بين الارض والشمس تصل الى عده ملايين الاميال، وما هي المعادن الموجوده في الشمس والنجوم
توقف عن الايمان بتعليم الكنيسه. فطلع يعني اشكاليه يعني اترسم ليها حل خطا من البدايه، ان انت وضعت العلم دور مالوش علاقه بيه اللي هو الدور المتعلق بالاخلاق يعني. بنتكلم بقى عن التناقض ما بين الديانه بالشكل اللي بقت موجوده دلوقتي اللي هي خرافه تحكمها يعني، والعقل اصبح ما فيش بقى عند الناس بديل ليه، لان الطبقات اللي او الناس اللي ممكن يلجاوا ليهم اللي هم المثقفين يعني والادباء والفنانين ما عندهمش اي بديل. فغالبا اللي بيحصل الناس يعني بتندفع الى الياس، ويبدا يحصل بقى ايه يعني زي دين موازي تاني، وده اللي احنا هنلاقيه في المجتمع. احنا المجتمع بس احنا اكتر المجتمعات اللي بنتكلم على طول عن الدين، بس في حقيقه الامر في دين تاني موازي، دين شعبي تقدر بقى تشوفه من الامثال الشعبيه، من سلوكيات الناس، من الحكم. وهتلاقي ده يعني في جزء كبير منها يتناقض تماما مع الدين اللي انت بتدعي ان انت بتؤمن بيه. بس ما هو دلوقتي في حاجه ضد عقله، وهو يعني في جزئيه في طبيعته بتجبره على انه لازم يعقل الاشياء. طب والحاجه دي من غير متسخه مع عقله، فيعمل ايه؟ فيقمع العقل او يستخدم العقل في ان هو يعمل توفيقات لحاجات لا يمكن اصلا التوفيق ما بينها. بس وبعدين بيعيد بقى الكلام اللي قاله في اللي احنا قلناه قبل كده في الدين والاخلاق، ان الديانه الحقيقيه هي عباره عن مبادئ شديده في البساطه يتفق عليها كل الناس. وبيجيب بقى المبادئ اللي اتفقت عليها الزرادشتيه والبوذيه والكونفوشيوسيه والمسيحيه والاسلام، الحاجات اللي احنا كلنا متاكدين ان هي صحيحه ومش محتاجه بقى علشان تؤكد صحتها لا النص المقدس ولا الكهنوت ولا المعجزات ولا اي شيء. هي تكتسب صحتها من انطباقها مع العقل ومع الفطره الانسانيه. هقرب بس اخر نقطه في كده. تلائم اساسيات هذه الديانه كافه البشر، حتى انه فورا ان يعرفها الناس يقبلونها ويشعرون انهم يعرفونها منذ زمن بعيد وقد تخلوا عنها فقط. بالنسبه لنا فهذه الديانه الحقيقيه هي المسيحيه بهذه الاساسيات التي تشبه في جوهرها لا في مظهرها الخارجي اساسيات البرهمانيه والكونفوشيوسيه والطاويه واليهوذيه والبوذيه بل وحتى الاسلام. الامر ذاته بالنسبه لاتباع الكونفوشيوسيه والديانات الاخرى. الديانه الحقيقيه هي تلك التي تتفق مبادئها الاساسيه مع كافه المبادئ الاساسيه لغالبيه الديانات الاخرى، وهذه المبادئ شديده البساطه ومفهومه وغير معقده. تتلخص هذه المبادئ في ان سمى الاله وهو اصل كافه المخلوقات، وان في الانسان قبس منه، من الممكن ان يزيد الانسان هذه الشراره الالهيه بداخله او يهملها ويطفئها في حياته، كي يزيد من وهجها عليه ان يقمع شهواته ويزيد من طاقه الحب بداخله. والوسيله العمليه التي تمكنه من تحقيق هذا ان يعامل البشر بمثل ما يريدهم ان يعاملوه، اللي هي القاعده اللي بيتقال عليها القاعده الذهبيه، اللي يعامل الناس زي ما تحب الناس تعاملك يعني. كافه هذه المبادئ معروفه وعامه بالنسبه للبرهمانيه، البرهمانيه اللي هي كانت في الهند يعني، واليهوديه والكونفوشيوسيه والبوذيه والمسيحيه والاسلام. وان لم تعترف البوذيه بالله بشكل واضح الا انها على اي حال تعترف بما يمتزج به الانسان عندما يصل الى النيرفانا، وهو ما تدعوه اليهوديه الله وكذلك المسيحيه والاسلام. دي تعتبر المقاله الاخيره. في حاجه بس بعدها صغيره كده، هو في وقت دقيقتين بس. طيب اسمها محاوره بين اب وابن، دي هنختم بيها الكلام ما ممكن على مستوى بس نقولها يعني هي حوار بين زي ممكن مثلا تقريها كده معايا. وما الوطن؟ انه الارض التي نحيا عليها. يعني هذا ان هذه الارض التي نعيش عليها ان كان ليت هذا يحدث حتى ولو حصل كل فرد على قطعه صغيره من الارض بدلا من لا شيء. اذا فمن يملك هذه الارض؟ الاغنياء. لماذا ذهب ميخائيل اذا كيدافع عن ارض لا تخصه؟ ما فائده هذا طالما لدى الاغنياء اراض كثيره؟ كانت لدينا قطعه اكبر قليلا من الارض، من المؤكد ان وضعنا كان سيتحسن، سيتغير كل شيء. لماذا لا نحصل على ما نحتاجه من الارض؟ لن يمنحوها لنا، وليس بحوزتنا المال لشرائها. اخبرني يا ابي، هل لدى من يعيشون في المدينه اراض كثيره؟ على الاطلاق، انهم فقراء جدا. الكل فقراء عدا الاغنياء، ما دام عدد الفقراء كبيرا، لما لا ياخذون ما يحتاجونه من الاراضي؟ للاسف يستحيل فعل هذا، سوف يستدعون الجنود فورا. وماذا سيفعل الجنود؟ يطلقون النار على الناس. هل هذا معقول؟ ألن يذهبوا إلى السجن عقابا لهم على هذه الفعلة؟ السجن؟ سيدفعونهم يا بني على هذا. هل هذا معقول؟ عندما فتح بيترو جابرييل رأس أحدهم في أمانين أرسلوه إلى السجن 5 سنوات، وتقول إنهم سيكافئون الجنود
ميخائيل يمكن ان يطلق النار علينا؟ هو كافه الجنود. لماذا اذا سيذهب الى الجيش؟ ان لم يذهب سياتون بجنود اخرين ويجبرونهم على الذهاب الى الجيش. جنود اغنياء؟ اغنياء فقراء يا بني كميخائيل تماما. ولماذا يساعد الجنود الاغنياء الى الفقراء؟ ان لم يفعلوا ذلك سيضربونهم بالنار او يرسلونهم الى السجن. من سيقوم بذلك؟ الضباط؟ لا، جنود اخرون. فقراء ايضا؟ نعم. وماذا سوف يحدث لهم ان لم ينفذوا اوامر الضباط؟ وقتها لن يذهب احد الى الجيش ولن يكون هناك جيش، ومن يحتاج ارضا سيزرعها وياكل من خيرها، ولن يقتل احد الاخر، وسيصبح كل شيء على ما يرام. يستغرب الاب في التفكير، يبدو انك على حق رغم صغرك. معلش يا سعد، مساله الثلاث تعريفات بتاعه تعريف الدين والتعريف الالحادي للدين، انا رايي عشان ابقى منصف انه ابقى فير انه مش كل الملحدين حقيقه بيتبنوا هذا التعريف. ليه؟ لانه في مشكله، ده تعريف بالدافع مش تعريف بنقد الحجه. يعني يو نوت كريتيسايزنج الارجيومنت نفسه، انت مش بتنقد الحجه، انت بتحلل الدافع اللي قدامك. واحيانا بيحصل بالعكس من المؤمنين. ما هو تعريف الالحاد عند بعض المؤمنين؟ فهو مش بينقد، مش بيقول مثلا انه هؤلاء او المجموعه دي بينكروا وجود قوه خارج الزمان والمكان بناء على ما يرونها انه حجه اللي هي كذا كذا كذا، واحنا مؤمنين عشان الحجه بتاعتهم غلط عشان 1 2 3. لا، الالحاد ده تحليل الدوافع برضه، بحث عن الشهوات، او هم في الحقيقه يؤمنون بوجود اله بس هم غضبانين من ربنا، فهم زعلانين من ربنا عشان كده بيقولوا ان ما فيش ربنا. لما الحوار بيبقى بينقلب من نقد الحجه لتحليل الدوافع، الموضوع بيبقى مختلف تماما. اعتقد ان هي دي مشكله التعريف الثاني، ان هو يخص تعريف الملحدين للدين او بعض الملحدين للدين، يعني او العكس، تعريف المؤمنين للالحاد من خلال تحليل دوافع الشخص. الحاجه الثانيه مساله توسين العلم، اعتقد انه لو ليو تولستوي كان عايش النهارده كان هيفهم الحكايه دي. وفي الانجليش بيسموه ده بقى ان ده خرج بره اطار الساينس، بيبقى اسمه ساينتيزم. والساينتيزم ايه؟ علمويه مثلا. ما اعرفش العربي ترجمته دقيقه علمويه، لا لما بنقول علمويه برضه الناس ما بتفهمش العربي قوي الحكايه، بس اللي هم سكان المناطق اللي بيتكلموا انجليزي بيفهموا حكايه ساينتيزم دي. ساينتيزم قايم على المقوله الفلسفيه اللي هي الايمان بالعلم، يعني مش بس الايمان، الايمان بالعلم ولا العلم، العلم يفسر كل شيء وسوف يقوم بتفسير ما لم يتم تفسيره، وهي مقوله فلسفيه في الحقيقه. بس يعني هي سيلف ريفيوتنج برضه. ليه؟ لانه هذه المقوله اصلا لا يمكن التحقق منها علميا. وهذه المشكله، انه في الحقيقه هل يمكن ان تتحقق علميا من ان العلم يمكن ان يفسر كل شيء وسوف يفسر ما لم يفسر؟ هي دي المشكله. الحاجه الثالثه ان هو جاب سيره روسو، وجان جاك روسو اصلا عامل كتاب اسمه دين الفطر، دين الانسان، اللي هو في النهايه انا رايي انه ليف تولستوي بيتكلم برضه في النهايه عن دين الانسان هو برضه. فانا مش فاهم نقده قوي لروسو في مناطق معينه، اذا كان هو في الاخر برضه بيسقط في فكره دين الانسان. يعني هو عايز يخلق دين الفطره او دين الانسان، انه كل الناس في اي حته في العالم متفقين داخليا على الاخلاق، وايه هي الاخلاق؟ متهيألي ده اللي انا فهمته من وجهه نظر تولستوي يعني. وفي الاخر روسو برضه بيقول نفس الحكايه يعني. باستثناء ان روسو ممكن يكون ميال لفكره العنف والاناركيه في الاطاحه بالنظام السياسي، يعني هو سبب رئيسي اصلا في الثوره الفرنسيه، افكار روسو اصلا فكره الاطاحه بالنظام، يعني ممكن يكون ده اختلاف بينه وبين تولستوي يعني. بس ما اعرفش يعني وجهه، ده سؤال اكتر، تولستوي بينقد روسو في انهي منطقه؟ انا مش عارف. هو الحقيقه ما عنديش السؤال ده، هو تقريبا ما شفتش يعني، ما شفتش سيره روسو يعني. انا ترجمت حاجات كتير لتولستوي وقريت له تقريبا اغلب شغله، ما جابش. هو كان اصلا بيحب روسو جدا، قرايه روسو. فايه النقطه تحديدا اللي هو مختلف معاه فيها؟ لان هي جت هنا في قلب جمله سريعه يعني، فمش عارف ايه بالظبط النقطه اللي هو مختلف معاه فيها. ملاحظتين لو دي انا متفق معاك فيهم، ان احنا لو هنعرف الحاجه بتحليل الدافع مش هنخلص اصلا. وبعدين اصلا مفيش دليل على ان انا ان انت دافعك كده. احنا بنتكلم هنا في يعني في امور داخليه يعني، فانا مش هقدر، مفيش عندي وسيله اؤكد بيها ان الدافع اللي انت بتقول بيه هو ده. فده بس ده كلام سليم. هو طبعا يعني تولستوي كاتب متميز وروائي متميز، وقدم اراء كثيره محفزه للتفكير. بس الحقيقه الواحد بيلاحظ يعني ان هو اراؤه يشوبها شيء من الرومانسيه والافتراضات اللي هي لا تستند لتحليل عميق
او بما يسمى بالتفكير العلمي في زماننا دوت. يعني فكرته عن عمليه التغيير وان هو بيسرد حجج منطقيه بحته لعمليه التغيير، وبيهمل دور، يعني بيهمل دور العمل السياسي والتنظيم السياسي في عمليه التغيير دي. فده بيبين ان هو الحقيقه بيستند لفكر تأملي اكتر بكتير من دراسه عمليات التغيير بشكل حقيقي كما حصلت في التاريخ، وكما ترجمت نفسها بعد كده بعد عصر تولستوي وزمن كمان. وافتراض ان هو كل الناس عندها القدره انها تاخد قراراتها بنفسها وتفكر في امور كبرى في نفسها، مش ان اغلبيه الناس بتلجا دايما لطبقه معينه، واذا ما كانتش موجوده هذه الطبقه فالناس بتخلقها، عشان في امور كتير بتبقى مستغلقه عن العقل البسيط، عن يعني العقل العامي، وبتلجا لاجابات جاهزه بدل ما يعني ما بتشوفش بنفسها القدره لا على انها تثقف نفسها وتعلم نفسها عشان توصل لهذه الاجابات، ولا انها حتى تقدر تفكر فيها. ففي عمليه بقى يعني عمليه ديت هي مش بسبب فساد هذه النخبه يعني بشكل اللي هو بيصوره الدستور، قد ما هي اليه وديناميك اجتماعي بينتج الكلام ده. فهو قدم شكل من اشكال الفكر الاشتراكي جدول توزيع الثروه للناس وكده وبتاع، بس ده الحقيقه يعني شكل من اشكال اللي هي الاشتراكيه الرومانسيه، اللي هي مش ما بتحاولش تبني نفسها على اساس التناقضات اللي هي موجوده في المجتمع. وان هو يعني بيحاول ان هو يبين ان مثلا الاغنياء دول بلا منطق والتوزيع، لكن الحقيقه هم عندهم منطق، عندهم منطق ان هي هذه الطبقه ديت الناس اللي هي تملك من الكفاءه والذكاء والقدرات العقليه انها تراكم هذه الثروات، والطبقات العامه ديت اللي هي شغاله في خدمتها لا تملك هذه الكفاءه وهي تستحق موقعها دوت في السلم الطبقي. ف الفكره الرومانسيه ديت الحقيقه ما قدرتش تتغلب او تتجاوز التقسيمات الطبقيه العنيفه اللي كانت موجوده، والتحليل العلمي ومحاوله فهم التناقضات اللي موجوده اللي جه بعد كده كارل ماركس والناس ديت، وحتى وهي في اطار الفهم العلمي دوت ادت الدور للعنف في عمليه التغيير وكده، وخلقت فعلا انظمه مختلفه. طبعا سواء بقى تركيز بالسلطه ولا بتاع، بس هي فعلا خلقت انظمه اجتماعيه مختلفه وكده، هي كانت اكثر عمليه في احداث التغيير وتحقيق احلام او اشكال كثير من العدل والمساواه كانت غايبه، غير يعني الرؤيه الرومانسيه لتولستوي. بس طبعا هي حاجه تقدر منه جدا، ومجرد شيوع الافكار ديت وفكره الاغنياء يحاولوا ينقضوا نفسهم ينقضوا تراكم الثروه في حين في توزيع للفقر فاتح ديت شيء يحمد. يعني ملاحظات ممكن تساعدنا في التفكير يعني في النقطه دي. اول حاجه هو ما كانش الخطاب بتاعه موجه للاغنياء بس، لا هو كان بيتكلم ان الفقراء بالعكس، يعني الحوار الاخير ده مثلا اللي احنا قريناه دلوقتي ده كله موجه للفقراء. هو بيتكلم ان القوه في الاخر في يد الفقراء، لان هم الاغنياء بيتحكموا في الفقراء بالفقراء، الجيش والشرطه يعني هو بيدعو للعصيان. ولو فكرنا مثلا في النقطه الفاصله فمثلا في الثوره البلشفيه، بما ان احنا بنتكلم عن روسيا مثلا، كانت هي النقطه دي لما الضباط قالوا للعساكر اضربوا نار على المتظاهرين، وراحوا العساكر ضربوا نار على الضباط اللي قالوا لهم كده. ده على حد معلوماتي، واعتقد ده اللي حصل يعني فعلا. نقطة تانية فكرة بقى الرومانسية الحالمة، طبعا ده اتهام شائع لتولستوي، وممكن يكون في جزء طبعا من الحقيقة، لأن هو في الآخر هو مش مفكر سياسي، يعني هو مفكر ديني. وحتى لما بيتكلم على السياسة هو بيتكلم فيها إن الحل إن أنت يعني إيه تسلك بسلوك، يكون عندك قناعات دينية قوية تقدر تخليك يعني تتصرف بشكل أخلاقي مظبوط، وإن ده من شأنه ان هو يحطم اي نظام سياسي، لان النظام السياسي الغير اخلاقي يعني غير الاخلاقي قايم على ان انت بيلعب على فكره المتناقضات دي. بس انا هدي ملحوظه صغيره جدا على حاجه اعتقد ان هي يعني قامت على نفس افكاره،
وده باعلان مؤسسها وعملت نتائج يعني هائله اللي هي الهند. يعني الحركه اللي قامت على ايدين غاندي، غاندي حصلت مراسلات ما بينه وبين تولستوي، وهو المزرعه اصلا اللي كان عاملها عشان يعيش فيها الهندوس مع المسلمين كان اسمها مزرعه تولستوي. وهو قوم فكره المقاومه السياسيه بتاعته كلها على افكار دينيه صرف. خدوا بالكم ان فكره العنف دي فكره اساسيه جدا عند الهندوس. يعني في مشاهد حتى معروفه قوي انهم ما يموتوش حتى الحيوانات، وتلاقي الراجل مش عارف هيجي يقعد في حته ففيها نمل فهو هنا استخدم التراث الديني اللي هو اللي ممكن حضرتك مش التراث الديني يعني الافكار الدينيه، مش التراث، الافكار الدينيه نفسها اللي هي قد تبدو يعني رومانسيه جدا في عمل سياسي اعتقد كان جبار يعني اللي حصل في الهند. يعني فمش بالضروره ان تكون الافكار اللي هي تبدو يعني رومانسيه ما لهاش نتائج. الفكره ان هو لانه مش مفكر سياسي فهو مش بيتكلم يقول يا جماعه، يعني هو مش ضد ان انت تعمل مثلا جماعه سياسيه او ما شابه، بس هو مش دي المنطقه اللي هو بيلعب فيها. هو بيتكلم في ايه اللي احنا المفروض نعمله، القناعات الدينيه بتاعتنا لازم تتصلح، ان احنا عندنا فكر ديني فاسد لازم نصلحه، وان اي محاوله لبناء الاصلاح بتجاهل الدين اللي هو عرفه مش الدين اللي موجود دلوقتي مش هتبقى محاولات ناجحه. واعتقد ان هو كان لو هو مثلا موجود رده هيبقى حضرتك ان الافكار اللي حضرتك اللي طرح اللي هي مثلا زي الاشتراكيين والشيوعيين وكده دي كلها افكار نابعة من اطار مادي، فهتبقى فيها متناقضات من جواها اخلاقيه، وهيبدا بقى يشتغل على منطقه المتناقضات اللي موجوده جواها من وجهه نظره، يعني اللي هي لا تبرر في الاخر ان انت تسلك بسلوك اخلاقي معين. طب انا ليه يعني اسلك السلوك ده؟ هل فكره مثلا مصالح الطبقه تقدر تدفع؟ يعني هو ماركس نفسه ما كانش من الطبقه الفقيره، فهو ايه اللي يخليه يعني يضحي طيب ويعمل حاجه علشان طبقه ثانيه؟ هل ده هيصب في مصلحته بشكل مباشر؟ اكيد لا. في يعني لا، هتلاقي نفسك برضو ايه بتدور في. طبعا اللي بقوله ده مش معناه ان هو بيقوله ده صح 100%، انا بس بقول حاجات ان فكره الحركه اللي قامت في الهند دي كانت قايمه على الافكار دي وكان ليها نتائج حقيقيه على الارض. يعني كان في سؤال على ممكن نقول جدا على الواقع العربي اللي عايشينه. السؤال لما اتكلم عن العقيده اتكلم عن الاديان المواليه للعقيده، وانا شايف ان في نوع من التركيب على ارض الواقع في الواقع العربي بالذات اللي هو مفهوم الخلافه. لما الواحد يجي يستعرضه كده يلاقي مجموعه العقائد اتحولت لمذاهب، والمذاهب تبناها السلطه حاكمه، وابتدى من خلال مصالح هذه السلطات الحاكمه ابتدت تخلق ما يسمى بالدين المواسي او مصالحها تساوي هو ده الدين. وبالتالي اعتقد الناس وممارستهم العامه اتحولت لسلوك اجتماعي ان هو ده الفكر الحقيقي اللي بيعبر عن العقيده، اللي هو ملوش علاقه يمكن بالعقيده وانما هي بتترجم لمصالح السلطه والحكومه. انا عايز بس حضرتك تعمل عمليه اسقاط لفكره نظام الخلافه وايه هو اللي وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي، الخلط بين الواقع اللي احنا عايشينه لمصلحه السلطه اللي هي فيها نوع من الاقتران لرجال الدين تحديدا لان هم اللي بيحتكوا بالعقل الجمعي للافراد المجتمع، وبين الناس اللي تخلت او الواقع بتاع العوالم الاخرى والناس المتحضره لما تخلت عن هذه المنظومه اللي هي فتل الشباك بين رجال السلطه ورجال الدين، وسابت فرصه بقى للعقل الجمعي اللي يبتدي يبقى عنده حريه. انا مش دارس قوي التاريخ الاسلامي فما اقدرش. نعم انت بعطي. انا شايف هو الموضوع في الاساس يعني قايم على الفكره اللي هو طرحها في الاول اللي هي فكره العلاقه بين الدين والعقل، ان هو لو انت مش هتقيم الدين بالعقل، طب يعني ما هي الوسيله الاخرى؟ يعني الناس تقول لك على طول الدين، يعني اصل في فرق كبير لما انا اقول حاجه تتجاوز العقل، في فرق ان اقول حاجه ضد العقل. فاغلب الحاجات اللي احنا بنقول عليها تتجاوز العقل هي في الحقيقه ضد العقل. يعني دي مش مجرد تجاوز العقل، يعني حاجه العقل غير يعني لا يمكن يعني لا يستطيع ان يلم بها، اللي هي مسائل اللي ما يقدرش
يحسمها، لان ما عندوش القدره الماديه مثلا على حصر جميع الاحتماليات مثلا في منطقه معينه او كده. فهي فكره الاديان الموازيه اللي طلعت، هي طلعت بسبب يعني اعتقد ده وجهه نظري يعني، طلعت بسبب النقطه دي تحديدا، هي ضربت الموضوع ده اللي هو موضوع العقل، لان انت خلاص لو طلعت العقل من المعادله خلاص اي يعني اي شيء يمكن ان يقبل. فتلاقي انا فاكر مثلا تساؤلاتي مثلا وانا طفل، كنا مثلا بندرس مثلا في التاريخ الاسلامي، فالحادثه اللي هي بتاعت التحكيم مثلا، دي طبعا حادثه يعني محوريه جدا في التاريخ، في الصراع ما بين علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان. طبعا انا ثقافتي قليله في الموضوع يعني، بس انا فاكر ان انا ايه من ساعتها وحتى الان بقت مش فاهم يعني مش لما يقول لك دي فتنه اي يعني مش فاهم يعني ازاي يعني دول ناس كويسين ودول ناس كويسين والاثنين بيقتلوا في بعض، ايوه مين بقى الصح ومين الغلط؟ فيعني اللي اعرفه ان لحد دلوقتي مثلا السلفيين بيمجدوا مثلا شخصيه زي معاويه بن ابي سفيان، طب يعني كيف هتمجد واحد وواحد تاني الاثنين بيقتلوا في بعض؟ فتلاقي ان في يعني في اسئله كلها حوادث غير منطقيه، وبعدين ده كمان يلقي الضوء على فكره ان هل اصلا هي دي الحوادث اللي حصلت؟ ما هو في كتير جدا من الحكايات اللي بتحصل حاجات غير منطقيه، لا يعني لا يصدقها عقل على الاطلاق يعني. مش مساله ان هي بتتكلم في حاجه تتجاوز العقل، لا هي حاجه مش منطقيه يعني. انا ما ينفعش حاجتين ضد بعض مثلا، فريقين بيتحاربوا الاثنين ضد بعض وانا بقول الاثنين دول يعني كويسين، بس هي فتنه بقى وحصل يعني حاجه. وطبعا دي حاجه ليها اثر عميق، لان من سواء احنا بقى اتفقنا او اختلفنا مع كل الخلفاء الراشدين، بس بدايه الدوله الامويه دي بدا يحصل انحراف معين وبدا يحصل طريق معين في الاسلام مناقض تماما للطريق الاولاني. حتى لو انت الطريق الاولاني شايفه يعني خطا، فهم الطريقين دول ما لهمش تقريبا علاقه قويه ببعض يعني. حصل بقت امبراطوريه بقى بالمعنى المادي تماما، ما فيهاش اي يعني اي مجال لاي دعوه دينيه يعني خالص في الموضوع. فهي انا اعتقد ان هو الموضوع كله مرتبط بفكره علاقه العقل بالدين، وطول ما احنا بنتكلم على ان فكره معرفه اخرى هي الحاكمه، الكشف بقى او النص او الحاجات دي كلها مش هنوصل لشيء. وجهه نظر تولستوي هي هو بيقول ان احنا المفروض ان احنا نستخدم العقل في تنميه الدين من المعجزات والخوارق والمورائيات اللي هي الغيبيات بينما هو الدين قايم على الغيبيات. يعني هو الدين فكره وجود اله قوة خارقة احنا ما بنشوفهاش، دي حاجة غيبية. تواصلها مع الأنبياء من خلال وحي أو أيا كان، دي برضو حاجة غيبية. فأنا ما قدرتش أفهم إن فكرة تولستوي هو مؤمن بالمسيح وبالمسيحية وعايز ينقي المسيحية أو الدين عموما من المورائيات، إيه اللي هيفضل من الدين إذا كان هو قائم أصلا على غيبيات؟ وهو بالفعل زي ما حضرتك قلت إن أغلب ما يتجاوز العقل مناقض للعقل. يعني إن في كل دين في امثله لحاجات العقل مستحيل يقبلها، بينما ما اقدرش ادعي ان دي حاجات مقحمه على الدين او انها غيبيات او ان هي من الثلاث اساليب لتحريف الدين، ان انا اعمل جنود ونص مقدس ومعجزات. طيب المسيحيه تحديدا قائمه على المعجزات، هم يفترض ان امنوا بالسيد المسيح بسبب معجزاته وحديثه في المهد وان هو الاله وتجسد. فازاي قدر تولستوي يصالح بين ان المسيحيه اصلا قائمه على او الاديان الابراهيميه كلها قائمه على الغيبيات والاقرب للخرافه او ما لا يوافق العقل، وفي نفس الوقت هو بيقول لا احنا محتاجين يعني هو انا فهمت في النهايه ان الدين ان احنا نتفق مع الاخلاق بينما انا في رايي الاخلاق ممكن تكون مستقله، وفي نفس الوقت ان احنا محتاجين اله قوه اكبر. العقل نفسه هيقف قدام قصه القوه الاكبر دي، يعني ازاي استخدم العقل في تنقيه الدين من غيبيات والدين كله على بعضه غيبيات وتحديدا المسيحيه. وبرضه ايمان تولستوي بالمسيح وبالمسيحيه، وده يعني قصه كلها قصه المسيح كلها قائمه على ما يشبه، لو شلنا عنها القداسه يعني، على ما يشبه الخرافات، ان الاله تجسد وان كان في ادم وحواء، كل دي خرافات مش ممكن العقل يصل ليها. بس هو انا وجهه نظر تولستوي في الدين ان هو بيقر الدين وفي نفس الوقت عايز العقل ينقيه. ده شو تولستوي لا يؤمن بالوهيه المسيح؟
يعني هما هو يعني ما السؤال الاولاني اللي بتقول ماذا سيبقى؟ سيبقى التعليم الاخلاقي، وهو ده الشيء الوحيد. طيب ليه نقول عليه دين؟ التعليم الاخلاقيه موجوده عند اللادينيين، يعني في دول زي اليابان. فكره ما هو فكره الدين بالنسبه له هو مختلفه عن اغلب يعني عن اغلب الاوقات اللي احنا بنتكلم فيها عن الدين. هو بيتكلم الدين دي اللي هي النظره اللي عندك تجاه العالم، انا موجود في العالم ليه؟ وبعمل ايه؟ وعلاقتي بالاخرين ايه؟ فده طبيعي ان اي بني ادم مش هيقدر يسلك في العالم غير لما يكون وجهه نظر دي، حتى اللي هو احنا بنقول عليه ملحد، هو عنده نظره معينه، يعني عنده نظره معينه للناس دي انا علاقتي بيهم ايه؟ وبالتالي اتعامل معاهم ازاي؟ فمن هذا المنطلق هو شايف ان بس هو اقر الدين ان احنا محتاجين اله، هو لما اتكلم على الحته بتاعت الاخلاق هو مش بيتكلم على ان احنا محتاجين، هو بيتكلم على ان الشعور الديني ده يمكن التاكد منه بشكل عملي وعقلاني ومنطقي. لما الفقره اللي كان بيتكلم فيها على ان الطفل من هو صغير حاسس ان في شيء مش موجود، ولما اتكلمت عن الجزء اللي انا اتكلمت عليه بتاع فراس السواح لما كان بيتكلم على ان الانسان القديم من قبل خالص فكره الخوف من الطبيعه وكده كان في عنده شعور ان في شيء مقدس مش موجود، واتكلم عليه بقى هو فراس بالتفصيل. فالنقطه دي لو احنا بحثنا فيها بالتفصيل هنلاقي فيها حيثيات، هنلاقي فيها حيثيات عقلانيه ان في شيء وشعور بالمحدوديه، وان في حق وتحس يعني تحس اللي هو ايه ان الموضوع مش كده، في اكيد حاجه تتجاوز ده، مش ده حاجه مش ضد العقل، انما لا يستطيع العقل ان بشكل مادي ان يثبتها، انما لا يستطيع ان يحطها. يعني دي ده موضوع هنا مش مناقض للعقل، انما المناقض للعقل كل بقى اللي حضرتك قلتيه وهو رفضه بالفعل. يعني هو جر المسيحيه مثلا بهذا بالمفهوم اللي موجود دلوقتي اللي هي مثلا بتتقال في قانون الايمان في الكنائس، هو تقريبا لا يؤمن فيها بقى. لا يؤمن بأي شيء منها، هو شايف ان كل ده تحريف للمسيحية، انما هو المسيحية في نظره اللي هي مثلا ممكن نختصرها اختصار يعني في المواعظ على الجبل. المواعظ على الجبل؟ اه ده في فصل كده في انجيل متى تلاقيه ثلاث اصحاحات ده يعني تقريبا لامم اغلب التعليم اللي المسيح بيقوله، اللي هو فيه بقى التعليم عن فكرة عدم مقاومة الشر بالشر، وفي وفكره العطاء، ولما نصلي نقول ايه، والصدقه، وكل الحاجات الاخلاقيه يعني اللي ليها علاقه بسلوكيات الانسان، هي دي يعني هي دي بالنسبه له المسيحيه. فدي كلها تعاليم ما فيهاش ما يعني من وجهه نظره ما فيهاش ما ينقض العقل. انا بشوف ان اي محاوله التغيير بتبقى مش محاوله حقيقيه، احنا تاثيرنا على الواقع المحيط بنا اقل بكثير من تاثير الواقع المحيط علينا. يعني مثلا علشان نغير المجتمع نخليه علماني او ليبرالي او ايا يكن، لازم يكون المجتمع اللي انا شاكك فيه في الاول هو يقبل كده. بشوف ان اقصى حاجه احنا نقدر نعملها ان احنا نحاول ناثر بالعمل ونامل ان هو هيتفاعل مع عوامل ثانيه هتيجي بعدين توصل اللي احنا عايزين نوصل له، لكن احنا نغيره في الحقيقه ما اظنش ان حاجه مقبوله. في محاولات تغيير كتير في التاريخ مثلا بتفشل وبتنجح، ما هي بتفشل لان هي ما كانتش معادله صح، او بتنجح بسبب الظروف اللي بعد كده بتقبلها. بس ده رايي، مفيش محاولات تغيير حقيقيه. يعني بس مش فاهم قوي وجهه نظر، يعني امال اي تغيير طيب بيحصل ازاي؟ ما في تغييرات حصلت فعلا. التغييرات ما بتحصلش، يعني هي بتحصل على عوامل خارجيه كتير جدا بتقبل تغييرنا، لكن احنا حقيقه احنا بنقول واحد اثنين ثلاثه يحصل تغيير، لا ده تقريبا شيء مستحيل. العوامل الخارجيه اللي بتاثر اللي احنا بنعمله اكتر بكتير من تاثيرنا في العوامل الخارجيه. هو على العموم ما قالش في واحد اثنين ثلاثه نعمله، وبعدين فكره ان العوامل الخارجيه بتؤثر فيه، ما هي ما احنا بنأثر في العوامل الخارجيه والعوامل الخارجيه هي عجله. يعني كل اللي نقدر نعمله هو ان احنا نامل ان اللي احنا هنعمله ده العوامل الخارجيه هتقدر تقبله ونحصل على الاحسن. بس بنشكر الكاتب والمكاتب ومصر تميم على هذا الطرح الرائع والسلم، وبنشكر للرب